السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة برضو يا جماعة إن شاء الله هنكمل فيديوهات الأرقام الكاسكتشر. النهاردة بأمر الله هنعمل أهرامات الجيزة، تمام؟ يعني شايفين التلات أهرامات أهو، وكمان في هنا جمل وفي حصان أو جمل تاني وراه، وفي شخص راكب على الجمل ده. تعالوا بقى نشوف الفكرة إزاي نقصها ونخليها 3D. زي ما انتم شايفين كده، في عندي هنا خطوط سليمه وفي خطوط منقطه. الخطوط اللي هي الدوت دي المنقطه دي مش هنقطعها، احنا هنقطع الخطوط اللي هي السليمه بس اللي هي الرئيسيه، تمام. لكن بالنسبه للجمل او الجملين دول هيتقطع كلهم عادي خالص، ونسيب بس الحته اللي تحت اللي هتمسك الصوره، ماشي. في اخر الفيديو ان شاء الله، في نهايه الفيديو تحت هتلاقي ان حطيت لك الصوره دي او الرابط بتاع الصوره دي، اوكي. يلا بينا نشوف هنقطع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجي هنا اهو، ناخد الخطوط السليمه بالمسطره كده على طول، بالشكل ده كده. وهكذا. حتى الجزء اللي فوق برضو ده بقى اللي هيتمسك منه الهرم. المنظر ده كده يا جماعة اهو. هناخد برضو الأهرامات الصغيرة دي بالمرة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، الرأسي بس مفيش أفق خالص قطعته. بالمنظر ده كده بالنسبة كده خلاص، تمام. بالنسبة للجمل والشخص لازم نمسك بقى بكل دقة كده وبحرص. تقدر تلف الورقة كده بسهولة خالص، بس طبعا خلي بالك ان انت مش هتقطع الشخص لحد الاخر، يعني هنا عادي خالص يمشي مع الجمل، هو عادي جدا. يعني شوف هنا مثلا عندك هنا ايه الحبل، ما تقطعش الحبل عشان كده ما تفصلش الاتنين دول من بعض. ونيجي عند الرجل، بص بقى الرجل كده دي هنا تقف. نيجي هنا كده، شوف كأنك بترسمه بالظبط. ده اتفرج كده، هنقول هتلف الورقة عادي خالص لما يكون في كيرفات كده او منحنيات بالشكل ده. بالنسبة يا جماعة الأورجانيك ده سهل جدا، وتقدر انت ترسم اي رسمة، يعني اي رسمة انت ممكن تغير اللي انا بعمله خالص. انت بتاخد الافكار وتطبقها في رسمه تانيه خالص. واحنا ان شاء الله بامر الله هيبقى في حاجات كتير جديده. بنكمل برضو كده اهو. هنا بقى تخلي بالك هنا من الحبل بتاع الجمل ده، بص ما تقطعوش كله، خلي بالك اهو كده. انت لو عملت كده بقى انت فصلت الراس عن الجمل، فتخلي بالك من التقطيع بس. الفكرة كلها فكرة تقطيع يا جماعة مش أكتر. يبقى انت كده كأنك ليزر اهو شغال حوالين الرسمة بالشكل ده. تمام، نمسك بقى الجمل التاني.
طبعا يا جماعه انا ما بحبش اجري الفيديو، انا ممكن هي سيبك ملل معايا، بس انا عشان لو جريت الفيديو مش ممكن تلاقي في حاجات تفوتك، فتلاقي نفسك مش عارف تمل من الرسم يعني. فامشي معايا واحده واحده، استحملني بس بسيط لحد ما اتعلم خلاص، بعد كده تقل جري الفيديو زي ما انت عايز. يعني بس في حاجة زي كده، لو انا جريت الفيديو بغير ما اقولك ان انت لازم تخلي بالك من الحتة دي، اكيد انت هتقصها وترجع تعيد الرسمة تاني. مفيش مانع ان انت من الحتة اللي تحت دي تخبرها شوية عشان ما تطلعش منك، اللي هي الحتة اللي هنا دي اللي هتمسك الجمل ده، يعني تخليها كده عريضة زي ما هي. هنا بقى الحبل، خلي بالنا ممكن او الحبل مثلا تخليك اكبر سنة بسيطة. يبقى المنظر ده كده تمام. يعني بص كده لما تيجي تعمل الجمالين هيطلع معاك مع بعض. بعد ما فرغنا بقى دول نبتدي بقى نتني الاول ده، وبعد كده نرجع لدول تاني عشان ما يبهدلوش مننا. فنبتدي نمسك بقى كده، نخلي بالنا بص يا جماعه، تملي الجزء اللي هو بقى لازق في الورقة، ادي الورقة اهي ده لازق فيه، تملي بص هتعمل كده اهو تمام كده، تمام الأهرامات دي كلها اهي. يبقى تتيني ناحية جوه كده بالشكل ده تمام كده يا جماعة. مالكش بص خلي بالك انا شغال على الهرم بس مالكش دعوه بالورقه، بص اوعى تتني الورقه من هنا، لما تيجي تتني الورقه تتني دي من هنا اوكي زيها بالظبط، بس ايه من عند النقط اللي انا عاملها لك خد بالك عشان يبقى ايه. بص اهي دي تبقى كده ودي زيها، اتفضل تعملها بالمسطره عشان تطلع معاك مظبوطه بالملي كده تمام. قلنا دي هتبقى كده، كمان اللي في النص دي زيها اللي هو الفاصل ده شايفينه، الفاصل ده زي اللي بره دي اهي. نضغط بقى على الجزء ده كده، الحاجات دي الاول شوف كل ما تضغط عليها جامد جدا او تتنيها بالشكل ده تظهر معاك حلو كده اوكي. نمسك بقى دي العكس، شايف دي هتبقى كده اهي، واحده كده واحده دي اهي لفوق شايفين كده شايفينها، ودي زيها العكس وهكذا. ممكن مثلا تاخد صف صف يعني مثلا ما نديهاش يبقوا ماشيين مع بعض اهو، تلاقي كله بيجمع بقى هيجمع معاك اللي قدام اهو. وهكذا دي بص العكس، يعني واحدة واحدة قائمة واحدة نائمة زي السلم بالظبط، قائمة ونائمة ماشي. وكمان يفضل انك تمسك الكبيرة الأول اللي هي دي، دي هتظبط معاك جامد اهي اللي هو الهرم الأكبر اهو. وهكذا ممكن بقى لما تكون المسافات يا جماعه صغيره كده ممكن يعني نجيب اي قلم مثلا، بس طبعا ما تخليش فيه سن ولا حاجه عشان يساعدك. يعني انت ماسك حته رفيعه دي اهي المنظر ده كده تتنيها كده تمام، يعني كده عشان تعرف تتني لفوق اهي وهكذا.
عشان طبعا المسافات صغيرة، فانت مضطر ان يبقى عندك حاجة مساعدة يعني. ممكن سن برجل عادي، مش لازم سن قلم، وتتني هكذا. تمام. ممكن بقى تاخد كل اتنين قصاد بعض مثلا، دي اهي عشان تعدل معاك الناحية التانية بالشكل ده اهي. شوف القلم بالسن كده فاضي اهو، تضغط دي كده، وممكن تمسك برضه دي نفس الفت بالقلم بسن لما اهو كده، وتضغط كده وهكذا. شوف هتعدل معاك، هتلاقي كلها عملت ايه، تبقى مجسمة ايه. بالشكل ده كده تمام اهي، ودي نفس الفكرة. لو جيت عند الجزء اللي فوق بقى، ممكن تعمل كده على طول يعني، تخلي دي كده اهو هتلاقي. بص شوف ظهرت معاك على طول اهي، دي نفس الفكرة بالقلم اهو. القلم بقى ممكن بالسن كده بيساعدك اهو، بس واحدة واحدة عشان ما تتقعش. الورق طبعا خفيف يا جماعة، زي ما انت شايف اهو، شايفين الورق طري جدا، فيا دوب واحدة واحدة تمام. وهكذا شوف شوف، تعمل كده اهو وتتني دي كده. شايف نظرت اهي، وهكذا. وبكده يا جماعه يبقى احنا خلصنا زي ما احنا تنينا كده اهو، وقطعنا الجمل والشخص زي ما انتم شايفين بقى 3 دي اهو بالبنزل ده. تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.